ايه معاك نعمل معاكو تحدي الحلو الحادث معانا كده طبعا حاجات حادقه وحاجات هنعمل حاجه ورا مقص يكسب هو اللي يحط الحاجه للتاني يلا جد حجر ورا مقص كده انا اللي كسبت عشان اعمل حجر انا عامله معانا ورقتين احمر وابيض هنطبقهم والاثنين متطبقين زي بعض بالظبط اهو بعدين كده هنعملهم كده ونشوف يلا ايه هنعمل وطبعا نيري كده طبعا براحتها لو اللي يطلع حاجه حلوه براحته يعملها او لا ان شاء الله ممكن يطلع زي ما تنسوش تحطوا لايك وشير سبسكرايب وكده خلصت الجوله الاولى وهتبدا الجوله الثانيه غمضي بقى يا نيرة يا ضمر كده حاجة تحفة Thank you.
ما اللي جوابه بقى البنت دي الخسران دي فعلا سكرت البنت دي عادي. لا دي طلع حاجه حلوه طبعا الحاجتين دول حلوين. ماشي يا رب. سبسكرايب وشوف الفرق اليوميات ايه وسلمى الفرق اليوميات ايه يا محمد. مع السلامة.